بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائنا طلاب الصف السابع في مادة العلوم، وصلنا إلى الدرس الرابع وهو قانون الطبيعة. كما ترى في الشكلين اللذين أمامك في كتابك ابني الطالب صفحة 25، لدينا في على اليمين هنا بيئة مائية وهنا بيئة صحراوية، وسوف نقوم الآن باختيار الكائنات الحية من البيئتين التاليتين ووضعها في تسلسل يبين انتقال الطاقة أو الغذاء كما ترى، وهذا ما يسمى بالسلسلة الغذائية. سوف نرى الآن في رقم واحد نضع كلمة الطحالب، لأن الطحالب هي عبارة عن كائن حي في البيئة المائية يصنع الغذاء بنفسه عن طريق عملية البناء الضوئي ويوفرها لبقية الكائنات الحية في البيئة المائية، ولذلك يعتبر من المنتجات ويوضع في أول سلسلة غذائية. إذن في أول السلسلة الغذائية نضع نبات يصنع، نضع كائن حي يصنع الغذاء لنفسه ولبقية الكائنات الحية، وبالتالي هنا الطحالب. من الذي يتغذى على الطحالب؟ الأسماك الصغيرة، وتعتبر المستهلك الأول من في البيئة المائية. إذن الأسماك الصغيرة هي التي تتغذى على الطحالب. طيب من الذي يتغذى على الأسماك الصغيرة؟ يتغذى عليها الأسماك الكبيرة. وبالتالي وضعنا في هذه البيئة الأولى البيئة المائية أولا الطحالب، وثانيا أسماك صغيرة، وثالثا أسماك كبيرة. وهنا تعتبر رقم واحد المنتجات، رقم اثنين المستهلك أول، ورقم ثلاثة المستهلك الثاني. في البيئة الثانية وهي البيئة الصحراوية التي تراها أمامك، النباتات تعتبر هي المنتجات وهي تصنع غذائها بنفسها. من الذي يتغذى على النباتات؟ غزال المها. من الذي يأكل ويتغذى على غزال المها؟ الثعلب. طيب من الذي يأكل الثعالب؟ النمر. وبالتالي هنا وضعنا سلسلة غذائية، وكانت أكبر قليلا من السلسلة الأولى. بدأنا فيها بالمنتجات وهي النبات، ثم يليها حيوان آكل أعشاب أو آكل نباتات اللي هو المستهلك الأول غزال المها، ثم المستهلك الثاني حيوان يأكل حيوانات أخرى وهو مستهلك ثاني، والمستهلك الثالث حيوان مفترس وهو يأكل الحيوانات الأخرى. وبالتالي وضعنا نبات، ثم غزال المها، ثم ثعلب، ثم نمر. في السلسلة الأخيرة وضعنا نبات، ثم جربوع، ثم ثعبان، ثم ثعلب، وهذه أيضا سلسلة أخرى توجد أيضا في البيئة الصحراوية، منتج، مستهلك أول، مستهلك ثاني، ومستهلك ثالث، وهكذا. وهذه الأشكال التي أمامنا أبنائنا الطلاب تسمى بالسلاسل الغذائية. إذن طحالب تتغذى عليها أسماك صغيرة، والذي يتغذى على الأسماك الصغيرة أسماك كبيرة، ثم نبات يتغذى عليه غزال المها، ثم الذي يتغذى على غزال المها الثعلب، والذي يتغذى على الثعالب النمور. كذلك الأمر في السلسلة الأخيرة، النبات يتغذى عليه الجربوع، والجربوع تتغذى عليه الثعالب الثعابين، والثعابين تتغذى عليها الثعالب. هل وضعت كائنا حيا في أكثر من تسلسل واحد؟ نعم، لتداخل الكائنات الحية مع بعضها البعض ولوجود أكثر من نوع في منطقة واحدة. توقع ما الكائنات الحية التي سيكون عددها أكبر في البيئتين السابقتين؟ الكائنات الحية المنتجة أكثر عددا من الكائنات المستهلكة في أي بيئة من البيئات. إذن شيء طبيعي يجب أن تكون الكائنات الحية المنتجة أكثر عددا من الكائنات المستهلكة حتى لا تفنى الكائنات الحية بشكل عام. ارسم أسهم تبين انتقال الطاقة من كائن حي إلى كائن حي آخر في النظام البيئي الصحراوي كما ترى أمامك. إذن هنا نلاحظ في الأسفل نباتات، ثم جمل، غزال مها، جربوع، ثعبان، عقرب، وهكذا من الكائنات الحية الموجودة لدينا في الأشكال. إذن سوف نضع الآن أسهم تدل على أن الكائن الحي يتغذى على هذا الكائن الحي الآخر. نضع سهما في البداية من النبات إلى الجمل، وسهما آخر إلى الكنافس، وسهما آخر من النبات إلى الأرانب أو الجربوع، ثم من النبات إلى الجمل، وهكذا. إذا نضع الأسهم حسب الكائنات الحية التي تتغذى عليها. من الذي يتغذى على الغزال أو المها؟ هو الثعالب الموجودة في الشكل كما ترى أمامك، وهنا أيضا العقارب تتغذى على الكنافس، وتتغذى أيضا على الجرابيع،
والطيور أو الصقور والنسور تتغذى على الجرابيع، وهكذا كما ترى في هذه الأسهم التي سوف نقوم بتوصيلها من كائن حي إلى كائن حي آخر حسب السلسلة الغذائية. ماذا تلاحظ على الأسهم؟ كما وضعنا سابقا نلاحظ أنها تتداخل فيما بينها مع بعضها البعض، وتتجه من المنتجات إلى المستهلكات. دائما يتجه سهم من المنتج إلى المستهلك، ثم المستهلك الأول، ثم المستهلك الثاني والثالث والرابع وهكذا. إذن ثم تتجه من الأضعف إلى الأقوى وتصبح متشابكة. إذن أصبحت الأسهم متشابكة، والسبب في ذلك أنها كونت ما يسمى بالشبكة الغذائية. إذن تداخل هذه الأسهم مع بعضها البعض أعطانا ما يسمى بالشبكة الغذائية في صفحة 26. الطاقة تنتقل من كائن حي إلى آخر في النظام البيئي. السلسلة الغذائية ما هو المقصود فيها؟ وهي عبارة عن رسم بياني يستخدم لإظهار كيفية انتقال الطاقة والمغذيات من كائن حي إلى كائن حي آخر. إذن لما يأتينا سؤال يقول ما المقصود بالسلسلة الغذائية، تقول هو رسم بياني يستخدم لإظهار كيفية انتقال الطاقة والمغذيات من كائن حي إلى كائن حي آخر. دائما أعداد الكائنات المنتجة يفوق أعداد الكائنات المستهلكة، وأعداد آكلات الأعشاب دائما يفوق أعداد آكلات اللحوم. ما المقصود بالشبكة الغذائية؟ هو تداخل السلاسل الغذائية كلها في مجموعة بيئية معينة. إذا تداخل السلاسل الغذائية كلها في مجموعة بيئية معينة يسمى بالشبكة الغذائية. ماذا ينتج عندما تترابط السلاسل الغذائية المختلفة في النظام البيئي؟ ينتج علاقة معقدة مكونة ما يسمى بالشبكة الغذائية. الشبكة الغذائية أبنائنا الطلاب تظهر اعتماد الكائنات الحية على بعضها البعض. الأسهم في السلسلة الغذائية أو في الشبكة الغذائية تظهر العلاقات بين المكونات الحية. عدد الأسهم في الشبكة أكبر من عدد الأسهم في السلسلة الغذائية. إذن دائما يكون عدد الأسهم في الشبكة الغذائية أكبر من عدد الأسهم في السلسلة الغذائية. ابحث عن مجموعة من أسماء بعض الكائنات الحية في بيئة الكويت الصحراوية. إذن سوف نتكلم الآن في هذه الصفحة صفحة 27، وسوف نقوم بكتابة أسماء الكائنات الحية التي تعيش في بيئة الكويت، ومعروف عن البيئة الكويتية البيئة الصحراوية. النخيل، العرفج، العوسج، الرمث، الإقحوان، الحية التيس، الربلة، شجر الصفصاف، هذه كلها من النباتات التي تعيش في البيئة الصحراوية. أما الحيوانية فالعقارب، الضب، ثعابين، ورل، حرباء، غزال، يربوع، إبل، كفافيش، أرانب، برية وهكذا. إذن هذه من الكائنات الحية التي تعيش في بيئة الكويت الصحراوية. في نهاية درسنا لهذا اليوم عن قانون الطبيعة أبنائنا الطلاب سوف نقوم بحل ورقة العمل التي بين يدينا الآن. اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي. السلسلة الغذائية الصحيحة هي نمر، ثعلب، نبات، نبات جربوع، ثعلب، طحلب، سمك كبير، سمك صغير، نبات أرنب، جمل. والإجابة الصحيحة هي نبات جربوع وثعلب. تبدأ أي سلسلة غذائية بي؟ آكلة الأعشاب، آكلة اللحوم، كائن منتج ولا كائن مستهلك؟ والإجابة الصحيحة كائن منتج. اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية. رسم بياني يستخدم لإظهار كيفية انتقال الطاقة والمغذيات من كائن حي لآخر، وهذا يسمى بالسلسلة الغذائية. تداخل السلاسل الغذائية كلها في مجموعة بيئية معينة يسمى بالشبكة الغذائية. أكمل ما يلي. العلاقة الغذائية بين الكائنات الحية بعضها تأخذ شكل سلسلة غذائية. آكلات النباتات وآكلات اللحوم تسمى مستهلكات. أعداد الكائنات المنتجة دائما يكون أكبر من أعداد الكائنات المستهلكة. وفي نهاية هذا الدرس أبنائنا الطلاب نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.